alakum warahmatullahi taala rabbil ala alamin wa ala rasulillahi wabarakatuh lhamdulahrablalamin wlauasalamuala rasulilahisad salwsalam ba'du ikiwa e, leo ni tarehe kumi na sita miladia mwezi wa saba Mwaka elfu mbili na ishirin moja lhamdulahi tuko katika sodake ilotolewa na ulfalfiulfa talal al -khalifin. Zulfa, talal, al khalifin khalifin talal Toka tokaman chini ya usimamizi wa community ikiwa ni kisima nambari 60 kisima ambacho kipo katika kijiji cha mwamilu kata ya ntobo rabbil alamin hadhihi sadakatu lati am kharajati min zulfa talal alkhalifin min oman tahta riayati al-khairi community

الحمد لله وقت يكذليام تطماجي بس تندليا تكذليان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كنا عبدو يا كنا استعين المستقيم سورة الذين نمت عليهم غير المضبوبي مربوبي عليهم عليهم. صمي إخلاصي نقل الضبلا بالفلك نقل الضبلا بالناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذب. قل هو الله أحدنا الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا عقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس

الحمد لله رب العالمين ثم والسلام على رسول الله سيد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا عزيز يا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين شكرا احسنتم jazak llah lkhair wabada alkheiri janatu naim basi mayo niweza kubeba maji kapeleka nyumbani ee, mm -hmm. e, sombagiminzi mjane kaya mkatumame mayo mm -hmm. e, niwewe mbona mbeba aina maji si uchote mchotee maji ndoyo بس شكرا لكم جزاكم الله الخير وبعد الخير جنات النعيم أحسنتم